السلام عليكم. كلكم يعني بدون استثناء أعتقد أنكم تتابعون يعني العرافة ليلى عبد اللطيف، وتتذكرون أن هناك فيديو حضرت فيه الجالية العربية المقيمة بأوروبا وأمريكا، وقالت ما معناه أن على الجالية العربية مغادرة هذه البلدان والعودة إلى أوطانهم. ربما البعض لم يأخذ هذا الأمر بمحمل الجد، وربما اعتبره البعض يعني مبالغة، لكن ما سوف أشرحه في 3 حلقات سوف أوضح لكم خطورة هذا الأمر. اليوم سوف أتحدث على موضوع، وبعد ذلك سوف أضع حلقات أخرى. فأي شخص مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية عليه متابعة هذا الأمر، لأنه يعني الأمور أصبحت خارج السيطرة. فعلى كل حال في حلقة اليوم سوف أتحدث على التحذير. فيعني السلطات الأمريكية أعلنت على تحذير تحذر فيه رعاياها من عدم السفر أو السفر والحذر في حالة ذهابهم إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية. بل أكثر من ذلك، طلبت جميع الرعايا الأمريكيين الموجودين على الأراضي اللبنانية بمغادرة لبنان فورا. فهل هذا معناه أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أو لديها معلومات استخباراتية على ربما دخول الحزب المتواجد في جنوب لبنان لهذه الحرب؟ لأنني لا أريد أن أقول يعني أسماء، لأنه تعرفون سياسة اليوتيوب بعد حذف الفيديو الذي وضعته أمس. فهل أمريكا تعلم أن هناك يعني احتمالية دخول الحزب المدعوم من طرف إيران؟ فعلى كل حال، التحذير جاء في 4 مستويات: المستوى الرابع والمستوى الأخطر، ويتعلق يعني كمثال على المستوى الرابع هو يعني دولة لبنان. مثلا المستوى الثالث ظهر على مثال على ذلك هو مصر، يعني هذه الدول من الدول التي تحذر أمريكا من السفر إليها. هناك خارطة على الموقع الرسمي، سوف أضع لكم جميع الروابط أسفل هذا الفيديو لكي تعلموا ما هي الدول التي يعني تحذر أمريكا من عدم السفر إليها. السلطات كذلك طالبت جميع الأمريكيين المتواجدين خارج الولايات المتحدة الأمريكية ب3 أشياء. الأمر الأول البقاء في الأماكن يعني السياحية، يعني إذا هناك يعني أمريكي خارج مثلا في ألمانيا، في إيطاليا، في السعودية وغيرها من الدول، فليبقى في المناطق السياحية وعليه عدم مغادرة تلك المناطق. النقطة الثانية، طلبت جميع الرعايا بالانخراط في ما يطلق عليه بخدمة ستيب. خدمة ستيب هذه تمكن الرعايا الأمريكيين خارج الولايات المتحدة الأمريكية من يعني التوصل بإشعارات تخبرهم بمثلا أن هناك خطر، أو أنه عليهم مغادرة، أو أن هناك احتمال حرب، أو أن هناك هجوم، أو أن هناك اختطاف وغيرها من الأمور. والنقطة الثالثة التي طلبت بها أمريكا الرعاية هي متابعة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية على تويتر وعلى الفيسبوك. فهذا هو التحذير الأول يعني المسافرين الأمريكيين خارج أمريكا أن يتوخوا الحذر. الأخطر من ذلك هو ما وقع أمس، حينما أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن القومي تحذيرا من أن هناك أشخاص هنا داخل أمريكا لديهم تعاطف مع القضية، وهادو هم أخطر فئة، لأن هؤلاء يعيشون داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هناك من يقول أن هناك فئات دخلت يعني بطريقة غير مباشرة عبر الحدود الأمريكية، لأنه كما تعلمون دائما الجمهوريين يتحدثون عن هذا الموضوع، وأنه من يدخل عبر الحدود ليس دائما من أمريكا الجنوبية، يعني ليس من الدول الفقيرة كالهندوراس، غواتيمالا، سلفادور وغيرها، بل هناك أناس قادمون من جميع أنحاء العالم، من إفريقيا، من آسيا، من دول الشرق الأوسط، من دول شمال إفريقيا. فحسب تصريحات هؤلاء يقال أنه ربما هناك عناصر سوف تشكل خطر على الولايات المتحدة الأمريكية يمرون عبر الحدود. هذا يعني أول شيء، يعني هناك أناس يدخلون عبر الحدود بطريقة غير شرعية، وهناك أناس على أرض الواقع هنا في أمريكا يقيمون بطريقة شرعية قانونية لكن يشكلون خطرا. لماذا؟ لأنهم أبدوا تعاطفا مع القضية. فالولايات المتحدة الأمريكية تحذر من هؤلاء.
لذلك كما قلت في إحدى الفيديوهات ربما شاهدتموها ربما لن تشاهدوها، لكن أؤكد عليكم مشاهدة هذه الفيديوهات ليست للتخويف، لكن لأضعكم في الصورة قبل حدوث أي أمر ما. وكما قلت سوف أضع فيديو ثاني أو ثالث غدا يعني الاثنين، وسوف تفهمون لماذا أتحدث في هذا الأمر. هذا في مصلحة الجميع، لأن هنا الآن هناك مراقبة لأي شيء نقوم ب يعني نشره أو مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا ظهر أن هذا الأمر يشكل خطر، كونوا متأكدين أنه سوف يتم القبض على ذلك الشخص. يعني حرية التعبير في الولايات المتحدة الأمريكية في السنة الأخيرة يعني يجب أن نقول عليها باي باي بهذا المعنى. هذا الأمر يعني ربما البعض يكذبه، لكن هذه حقيقة. حرية التعبير في أمريكا الآن أصبحت يعني تم تقويضها، مراقبة يعني الحسابات على الفيسبوك، مراقبة يعني القنوات على اليوتيوب وغيرها من الأمور. الكل الآن بدأ يذهب إلى موقع رامبل لو شبيه مثلا باليوتيوب، ويعني منصة تيك توك أو منصة تويتر، لكن هناك ضغوط على هذه المنصات من أجل كذلك الانصياع للقوانين الجديدة. فمرة أخرى من يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية حذاري من مشاركة بعض الأمور التي ربما تظهر لهم أنها فيها تعاطف مع القضية، والتي ربما تؤدي بصاحبها إلى بعض المشاكل. فهذا كله ما يتعلق بهذه المطالبة بعدم يعني سفر الرعاية الأمريكيين إلى الخارج أو في حذر أو في حالة السفر الحذر، وكذلك التهديد الداخلي الذي نتحدث فيه. لذلك تحدثت في بداية هذا الفيديو على يعني تنبؤات ليلى عبد اللطيف التي قالت على أن هذه السنة الجالية العربية والمسلمة في أوروبا وأمريكا ربما سوف تفكر في العودة إلى بلدانها. فهذا الأمر لا علاقة بهذا بهذه التنبؤات أم لا؟ لكم التعليق. شكرا لكم والسلام عليكم.